سالي، بصباحنا لليوم رح نطلع سوا على حالات بتكسر الروتين اليومي وبتبعد عن الملل من خلال تغييرات صغيرة هي موجودة بين إيدينا، بس بطرق كتير فينا نستفيد من إعادة تدوير القطع المنزلية والزينة والحلي. رح نتعرف أكتر على هذا المجال وناخذ أفكار بسيطة ومفيدة مع الحرفية رجاء حمدان. صباح الخير وأهلا صباح وسهلا النور، فيكي. يعني صباح النور، يسعد صباحك مدام. صباح اول النور يا شيء وقت هلا. نشوف هدول القطع الجميله اللي اليوم نحن عارضين على الطاوله، هلا الكاميرا رح تاخذها بس نشوف الشغل يلي فيه شيء من الروح. دائما الشغل اليدوي غير حتى الكنزات وقت نحن نلبسها تكون صغير ايد غير، فعم نشوف كثير شغلات حلوه. بدايه خلينا نحكي عن هلا موسم الشتاء، كمان بيختلف موسم الشتاء عن موسم الصيف بطبيعه يمكن المواد اللي بتستخدموها. السنه شو استخدمنا وشو كانت الموضه؟ السنه احنا استخدمنا ماده القنب او حبال القنب بشغلنا، وهلا هي صارت تقريبا مثل ما عم بتقولي موضه، فعم نشتغل فيها ونحن عم بنساوي فيها اعاده تدوير، حتى يعني مو انه عم نشتغل فيها مباشره. هلا مثلا عندك هذا الصندوق هو عباره عن بوكس خشبي انا زينته بهالطريقه بالحبال القنب وبالجلد من داخله من جوا. عندك هذا البوكس لسه مو مزين، بقي له الرتوش الاخيره جبته مشان فرجيكم يعني كيف طريقه التزيين. حلو. كمان هو عباره عن بوكس هو كان للرمي لازم يكون، نحن اخذناه وساوينا في هي الشغله. هون ممكن انك تحطي فيها اي شيء انت بحاجه انك تحتفظي فيه او تخبيه. يعني يا ست رجاء حكينا عن موضوع كثير مهم هو اعاده التدوير، يعني هيك صار هدايا لما ناخذها او سوفونيرات للناس. هلا كنت عم فكر فيها قديش بتعطي يمكن حاله من التميز اذا بدنا نقول لما انا اخذ هي الهديه، لانه اكيد ما راح لاقيها بالسوق، يعني مثل ما نقول مطروشه بكل الاسواق. خلينا نحكي اليوم عن التقنيات اللي بتستخدميها بكل قطعه من هالقطع. اوكي. هلا احنا مثل ما قلت لك انه هاد بوكس عباره عن كرتونه كانت للرمي، نحن جبنا هذا الحبل هاي ولفينا عليه، هذا حبل قنب لفينا عليه هدول بطريقة معينة بالسيليكون الحراري. حراري بالسيليكون الحراري بنلفه بطريقة بأنه على الداير بشكل دائري لحتى ينتهي، بعدين بنقوم نحن بتزيينه. عندك هي القطعة هي عبارة عن علبة شوكولا كمان كان لازم تكون للرمي، احنا كمان اخذناها وعملناها بهالطريقه هي وساويناها علبه ضيافه جديده. صح. تكون هيك مخصصه للبيت او لست البيت يعني طبعا بطريقه تقديم للضيافه. كمان هون عم بنشوف نرمين غير كمان داخل الحبال، ولكن هي يمكن بملاقط الغسيل. خلينا بس نشوفها على الكاميرا. هيدا ممكن الصبايا نرمين، يمكن اللي بايدك حبال ممكن يحطوها مثل ما قلتي كفراشي ميك اب، يعني بدل الكاسه اللي نحن بنحطها. صحيحه. تمام. خلينا نشوفها. يعني حتى الملاقط ما بينكبوا، نحن ست البيت لما عم تنشر غسيل دائما بيهروا مع الملاقط، حتى هالمره لا ما بينكبوا. حتى هي الازازه كان فيها مثلا مايونيز او مربى او اي شيء يعني، فنحن بناخذها بننظفها وبنساويها بهالشكل هاد، بتصير بترجع علبه بهار جديده. حلو. ومن حق ست البيت انه كمان يعني هيك يكون بمطبخها شغله هيك مثل هاي، انه ورده بمطبخها مع البهارات وال طيب الشغلات الثانيه. يمكن كثير ستات عم يحضرونا او حتى صبايا حبوا الفكره، سهل تطبيقها؟ سهل انه يتعلموها؟ قديش بتاخذ معهم وقت؟ هلا كل شغله لها وقت معين، في الشغلات الكبيره بدها وقت يعني اكبر تقريبا، بس مثل انا جبت ايام ولا ساعات؟ ممكن ممكن ساعات وممكن ايام، بس انا جبت لكم هلا فكره بسيطه جدا نطبقها. رح نطبقها بانه نحن نحط هي الملاقط. يمكن عم يقولوا لنا خلينا نحكي فوق بالكنترول مشان نطبقها بشكل اكبر مشان ناخذ وقت مدام رجع. أوكي. بعد الموجز، ولكن خلينا نحن نحكي يمكن العلبه اللي بايد نيرمين ايضا. صحيح. هي كمان بس كانه هي كمان اعادتي تدويرا مبينه من جوا. هي كانت يمكن لمعلبات
علبه الفطر. علبه الفطر هي تمام. هي ممكن استخداماتها تكون لشو؟ ممكن مثل ما قلتي سالي تحت الهواء نحط فيها اقلام اقلام فراشي ميك اب يعني تمام. شغلات وردات تمام تمام. يعني قديش حلوه تكون عندنا هيك قطعه قدامنا، قديش تعطي دفى اذا بدنا طبعاً. نقول خلينا كمان نحكي عن القنينه اللي شايفينها هون. هي كمان هي عباره عن قنينه فارغه، نحن اخذناها وزيناها حسب المناسبه يعني نحن للكريسماس. هي كانت للكريسماس. هلا ست البيت هي بتقدر تزين حسب المناسبه اللي هي عندها يعني، مو شرط انه شيء لزينه هيك بتضلها بس لحالها حبال، كثير حلوه بتطلع ممكن كمان. ممكن انك تحطي فيها ورد، ممكن انها تكون للزيت، لاي شيء للعصير ترجعي تستخدميها. تماما. يعني حتى العلبه اللي هون ممكن تكون بوكس لبيبي يعني كمان، انا لانه داخلها جلد ممكن تحط يعني غراض البيبي فيها تبع الحمام بس يطلع، ممكن يعني في لها استخدامات. وممكن الصبايا اللي هلا عم يتحضروا لعيد الحب بدهم يهدوا خطيبهم زوجهم ونفس الشيء يحطوا لهم مثلا غراض بقلبها، فهيك بوكس من بهذا الحجم قديش يعني ممكن يستفيدوا منه لكثير قصص. حتى ممكن انه تصير علبه خبز كمان للخبز انه تحطيها تحطي فيها. ممكن انه تكون لطقم الصلاه اللي بدك تحطيه بغرفه الضيوف. حلو حلو. نعم. كنا عم رجاء يمكن دائما العمل يلي بده فن بياخذ وقت، يمكن حكيتي لنا انه بفرد السيليكون الحامي ممكن نحن نركب الملاقط، ما بعرف اذا زبط هلا مشي حاله الفرد. تمام. بدنا نطبق هلا شيء على الهواء، بدنا نعمل الاطرميز يمكن مثل اللي بايد سالي بالملاقط صح؟ اوكي يلا تفضلي. هلا نحن بالاول بنشيل الحديده اللي بتكون بالملاقط او الملاقط اللي بتهر معنا، بنجمعها وبناخذها وبنبلش نحطها بطريقه معاكسه حلو شو اسمه بهالطريقه هاي. مدام رجاء لما نكون عم نشتغل نحن بموضوع اعاده التدوير رح نحكيكي وانت عم تشتغلي. اوكي. ممكن نحن نعدل شوي بالمواد، يعني نضيف لها بعض المواد، نعمل لها صيانه، ندهنها بمواد معينه لحتى تعطيها جماليه او حتى نحافظ عليها؟ طبعا ممكن انك تدهني هي الملاقط بلكر او باللون لون الخشب، ممكن انه بالاكريليك ما لزقت لانه الفرد لسه ما سخن. اوكي مو مشكله، بس انه نحن عم نعطي يمكن مشاهدينا كيف فيهم يعملوا، يمكن لانه هلا حطينا على الفرد ليسخن. حتى اللي ما عنده كهرباء شو بيعمل؟ ممكن استنى لتجي الكهرباء. هو ممكن انك تستخدمي السيليكون البارد. تماما هذا اللي نحن بس بنانا. السيليكون البارد يعني مو لهي قصص، بس ممكن يلزق فيه. ممكن بس مو على الازاز لانه صعب يلزق على الازاز. بس يعني بشغلات ثانيه نحن بنستخدم السيليكون البارد. تماما. وكل شيء بدنا نحط فيه ساخن بنستخدم السيليكون البارد. وكل شيء على البارد بنستخدم السيليكون الساخن. يعني بنعكس القصه. ممكن تمام. تمام. يعني كنا بدنا نحكي يعني صرنا من اول الفقره عم نقول اعاده تدوير اعاده تدوير. أوكي. يمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا شو يعني اعاده تدوير، خلينا نشرح اكثر هذا المفهوم للمشاهدين. هلا اعاده تدوير هو انك الشغلات اللي ممكن انه انتهت او بدنا نعمل بدك تكبيها او انه بدك تصغريها تكبريها، هي كلياتها تحت عنوان اعاده التدوير. يعني كل شيء نحن بنعتبره غير صالح بقى للاستخدام بنرجع نستخدمه مره ثانيه. بالضبط بنرجع نستخدمه. ما دام رجاء يمكن مشان ما تتعذبي خلينا نشيل هالصحن ونحطه جنبك مشان نشتغل. فاعاده التدوير هو عالم كثير حكيت عنه وكثير صار حكي عنه. هلا انت بتاخذي مثلا كمان للحفاظ على البيئه كمان في اعاده تدوير. هلا مثل لما بناخذ نحن بنشتغل بالبلاستيك مثل هذيك العلبه، هلا هذيك العلبه هي عباره عن علبه بلاستيك هي كان فيها جل او اي ماده ثانيه نحن بدل ما نكبها والبيئه ما بتتفتت فيها ما بتتفكك فيها. نعم. فنحن بناخذها وبنستخدمها وبتصير عندك قطعه. حلو. مثلا ممكن انك تحطي فيها لهذيك العلبه غراض الخياطه
تمام ايضا يعني مثل ما عم نشوف سالي، يمكن كل قطعه صحيح انه بتشترك بموضوع لف الحبل، ولكن عم يكون في هيك تزويقات خاصه، مثلا هون في لولو وهنيك عم يكون وردات، يمكن في تمام. خلينا نحكي عن اللمسات هدول اللي عم يخلوا كل قطعه مختلفه عن الثانيه. شو المواد اللي ممكن تستخدميها او القصص اللي ممكن تضيف جماليه لكل قطعه؟ هلا مثلا هديك القطعه اللي بيد حضرتك قلنا هي عباره عن علبه فطر، فهي نحن لما لفينا عليها الحبال حبيت ساوي لها انا ديزاين معين، فلفيتها وحطيت عليها لوليات. هلا اللولو متوفر عندنا بشكل يعني نحن بالسوق، فانت بدك تمشي حسب انه كمان بدك شغلات تكون بين ايديك او متوفره، او انه هذا اللولو كان طوق وانقطع عندك، او يعني اي شغله متوفره بين ايديك، وهي بترجع لذوق الست عنا تمام، ولا هي شو بتحب، ولحسب المناسبه كمان مثل ما قلت لك تماما. يمكن هون كمان داخله بالقنينه، يمكن حاطين زينه عيد الميلاد، وقت كان في عيد ميلاد ممكن كمان وقت مناسبه ثانيه، مثلا ممكن نحط مثل هدول اللي بيجوا صوره بيبي او صوره ايوه بالضبط، ايه يعني طفل او طفله اذا كان ولادي او ايه يعني كمان ممكن نحن نتحكم، نحن بضل الاساس موجود، ولكن نحن فينا نتحكم بالزينه اللي عليها بالضبط حسب المناسبه تماما. خلينا نحكي مدام رجع عن الافكار يلي بتستوحي منها تصاميمك كمان، يعني اذا في مناسبات كثير والاشخاص عم يلجؤوا للهاند ميد ليعملوا الطاوله يعني تبعيتهم بتخصهم بالمناسبات، كل شخص بيجي لعندك بتقعدي معه بتشوفي شو بده ولا لا بيكون في ديزاينات جاهزه بيقدر هو يختار منها؟ هلا هي شغله خاصه بكل مناسبة وبكل ذوق إنسان، يعني عرفتي علي كيف؟ فلذلك أنا يعني بدي أقعد مع الشخص وأعرف منه هو شو حابب شو بحب شو ذوقه. في ناس بتحب مثلا كتير يكون مزين، في ناس بتحب بالعكس إنه يكون كتير سمبل حلو لطيف، عرفتي كيف؟ يعني هي بترجع لكل شخص. مثلا في ناس بتحب اللون الأحمر، ناس لك أنا ما بحب اللون الأحمر، بحب اللون الابيض، عرفتي كيف؟ فلذلك انه يعني وبيرجع مثل ما قلت لك الشرط الاول هو المناسبه. مثلا لما انت بدك تساوي صندوق عرايسي مو مثل لما بدك تساوي صندوق لبيبي 100% 100%. يمكن نرمين شوفي كيف مثلا عم تشتغل مدام رجاء بفن وايضا في سرعه بالاداء بالشغل، احيانا بتطلب السرعه لانه بيكون عندك قطع بين ايديك بدك تلحقي كميه، يعني مثلا مثل البازارات اللي عم تقوموا فيها فعندكم كميات، فيعني مثل ما بيقولوا بتشيلي شغل مثلا، قديش كمان مهم السرعه يمكن على العاده على الخبره. هلا هي بترجع لموضوع الاعتياد تماما وموضوع هي. الشغل بالبدايه انا كنت كثير اخذ وقت تمام لحتى انجز قطعه، بس هلا طبعا لا، لانه اشتغلت كثير فصار يعني على العادة في مجال عندي اني انا اكون سريعه وحتى انا بدي شي يومين ثلاثه واحتمال حتى انه اكون يعني ما يعني احكي اكل ساوي اللي بدك اياه وانا عم بشتغل يعني هي نحن عم نحكي معك وما شاء الله تقريبا خلص القطرميز. المرحلة الثانية هلا نحن صفتنا الملائط اوكي ولزقناهم على القطرميز، بعدين هلا عندنا هذا الحبل ناخذ منه قسم. هي المواد من وين ممكن نحن نجيبها؟ هل هي مكلفة؟ خلينا نحكي هدول التفاصيل. هي المواد نحن عندنا متوفرة بالسوق. سيليكون ايه الحبل هو كنا نحن نزرع هذا الشيء ببلدنا الانب. كنا نزرع الانب بس هلا ممنوع زرعه. بغض النظر ممكن نستخدم حبال ثانيه اذا موجوده بالسوق ممكن. هلا هذا نحن بنستورده وهو مو كثير كلفته عاليه، كانت قديما اقل بكثير، بس هلا لانه صار استيراد فيعني صار له سعر مثل ما بيقولوا. بالبداية ما كان له سعر أبدا تماما. أي ممكن إنه بنلاقيه بالسوق بناخده بنشتري من السوق بشكل عادي. نحن الأطرميز اللي عم تشتغلي حضرتك بده يكون شكله نهائي مثل هذا ما؟ مثل هذا مثل هذا، بس نحن ما كملنا من هون لأنه ما في وقت.
ممكن احنا اعطينا فكره المشاهد انه كيف شو اسمه حطوا الحبال حوالين القطرميز يمكن، وبدنا ناخذ الشكل الاخير له. الشكل الاخير على مهلك. الشكل الاخير هو رح نحن نساوي كمان من هذا الحبال نفسها بيبيون صغيره ونحطها عليه. يمكن هيك بيصير الشكل الاخير. يمكن ناخذه على الكاميرا كيف طلع اخر شيء نرمين. كثير حلو صحيح، كثير حلو ومميز. برميل تماما. برميل صغير كثير حلو، استخداماته حتكون احلى. يمكن قديش حلوه سالي هيك كهديه او سوفونير كثير حلوه تتقدم لاشخاص بيعملوا هي شغله معنا كثير مكلفه. يعني دائما نرمين الهدايا بنرجع بنقول ما بقيمتها الماديه، هي الهدايا بقيمتها المعنويه. كيف اذا كانت شغل ايد معناتها قد ما قدرتي للشخص، يمكن انه انت جبتي له شيء مميز عن غيره. بالسوق في كثير قصص وشغلات مطروشه، بس هون لا، شيء مميز، معروف المميز، خاصة بهالشغل الظريف اللي قدمته المدام رجاء. أكيد يعني بدنا نشكرك بختام صباحنا غير لليوم، لكل الأفكار الحلوة يلي قدمتي لنا إياها، لكل المنتوجات الحلوة اللي شفناها. شكرا كثير لك ولوجودك المميز معنا. الله يخليك، شكرا لك. أكيد بدنا نشكر وجودك معنا، ومثل ما قالت نيرمين دائما الشغلات هيك الجميلة لحالها بتطفي رونق، وإن شاء الله بنشوفك هيك ببازار ايضا وبشغل جديد، ولكل موسم له شيء له. ان شاء الله.